بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ولكن قبل الكلام في اي تفاصيل وقبل الكلام لازم نبارك لجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي بالفوز بالسوبر ال 15. النادي الاهلي قدر يوصل ويفوز ببطوله كانت مهمه في توقيت صعب وهام جدا للنادي الاهلي قبل اللقاء قوي امام العين الاماراتي يوم 29 اكتوبر، واللقاء ايضا ببطوله وليه توقعات كبيره جدا. ولكن لازم نقول مبروك للنادي الاهلي، صوره مهمه، بطوله مهمه، قدر الاهلي يوصل بشكل تصاعدي. ما كانش افضل حال في ماتش سيراميكا، ولكن قدر يستعيد عافيته ويستعيد تركيزه بشكل كبير، اهدر مجموعه كبيره من الكرات، وكان امامه حارس عملاق محمد عواد تالق امام النادي الاهلي، ولكن في النهايه الترجيح حسمت اللقب للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك وجماهير ولاعبته وادارته. عملوا ماتش كبير جدا لاعبي نادي الزمالك على قد الامكانيات والاجهاد اللي كان موجود والمشاكل داخل نادي الزمالك، قدروا يوصلوا ل 120 دقيقة كانت قوية. لعبوا بيراميدز ووصلوا مع بيراميدز 120، وصلوا مع بيراميدز ركلات الترجيح، ما كانش فيه اشواط اضافية في السيمي فاينل، ثم يلاعب النادي الاهلي. بتلاعب فرقتين من اقوى الاندية اللي موجودة مش بس في مصر، كمان في افريقيا، وتقدر توصل بالشكل ده. ماتش كان قوي جماهيريا، قوي بين اللاعبين. في النهاية مبروك للأهلي، هارد لك لنادي الزمالك. اسمحوا لي نبدأ حلقتنا اليوم بأهم وأبرز العناوين. بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد تتويج ببطولة السوبر للمرة الخمستاشر. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد الهزيمة أمام الأهلي في السوبر. صلاح خارج المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024. حساب الدوري الألماني يشيد بمرموش صاحب الكرة. من أبرز العناوين نروح لتفاصيل الأخبار، والبداية مع أخبارنا المحلية. البداية من القلعة الحمراء. النادي الأهلي اللي نجح امبارح ان هو يتوج ببطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح. لقاء كان طويل جدا حتى ركلات الترجيح، قدر يفوز النادي الأهلي بنتيجة 7-6 بعد ما أضاع عمر جابر آخر كرة. حتى ركلات الجزاء كانت مثيرة وقوية، كانت ملحمة كروية على الأراضي الإماراتية. صراحة بنشكر اللاعبين على الأداء الكبير، بنشكر دولة الإمارات على التنظيم الكبير، طبعا الشركة المتحدة للرياضة على نقل القنوات ونقل اللقاءات بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، والاستديوهات الجامدة جدا، كمان اتحاد الكورة على متابعة كافة الأمور. سعداء جدا 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 بكل المشهد اللي كان موجود، صراحة حاجة تدعو للفخر، وهو ده التسويق اللي احنا عايزينه للكرة المصرية. كنت سعيد جدا ان بعد اللقاء ما كانش فيه اي مشكلة، كنت سعيد جدا النادي الاهلي بلاعبته بجهازه واقف عامل ممر شرفي لنادي الزمالك وطالع يتسلم الميدالية الفضية، حاجة تليق بالكرة المصرية. اللعيبة كانت على قدر عالي
من ضبط النفس. اللعيبة كانت مركزة في اللقاء. الفرقتين أنا شايف كسبانين، فرقتين كسبانين بشكل كبير جدا. كل فريق كسب احترام فرقته، كل فريق حس نوع عمل اللي عليه، ما تحسش ان في فريق كان اقل من التاني. الاهلي كان مسيطر بشكل كبير، وهنا ركلة الجزاء دي كانت فارقة جدا. اسمحوا لي اتكلم على ركلة الجزاء شيكابالا. ناس كتير امبارح كان في هجوم قوي على شيكابالا، الكورة ضاعت وكان ممكن تخلي الزمالك يكسب، وليه هو يشوط ضربة الجزاء دي؟ شيكابالا مش متعود يشوط ركلات جزاء. اسمحوا لي اقول حاجة بسيطة جدا بعد ما الناس هديت والناس تابعت الاحداث كده، لو كان اي لاعب تاني شاط ركلة الجزاء دي كانت هتضيع. هو القدر عايز كده، النصيب عايز كده، مكتوبة كده، السيناريو معمول كده ان الكرة دي هتضيع. لو مين شاطها، لو جبت كريستيانو وشوت الكرة دي مكتوبة انها هتضيع، لو جبت احسن حد بيشوط في الزمالك، لو جبت عبدالله السعيد وزيزو مع بعض يشوتوها كانت هتضيع. هو السيناريو مكتوب كده، مكتوب ان اللعيبة دي هتضيع. واكم من لعيبة مهمة ضاعت، مع عمر جابر حط كرة ولا اروع ولكن ضاعت. هو السيناريو مكتوب ان في كور هتضيع في توقيت زي ده علشان يكون في اثاره ومتعه. لعيبه كلها كانت قويه، نقول لعيبه الزمالك كارد لك على الاداء القوي، ولكن بعثه النادي الاهلي من حقها تفرح، وده اللي بقوله. الفريق الكسبان يفرح وجمهوره يحتفل ويسهر ويرقص وينبسط، ده دايما اللي لازم يحصل. دايما الكلام بيكون على الكسبان، لازم الكسبان يفرح. ما الكسبان ده مش هيقعد عشان بقى يراعي مشاعر الخسران، لا، بتسلم عليه هارد لك ومن حقه يفرح، يفرح بطريقته طول ما هو فرحان في الاطار، في الاطار، في اطار الاخلاقي والاحترام متبادل بين كل الفرق. خلاص افرح وارقص وانبسط، ده الصح وده اللي لازم يحصل. بعثه النادي الاهلي وصلت الى القاهره قادمه من الامارات عقب التتويج بكاس السوبر المصري. فاز الاهلي ببطوله كاس السوبر المصري للمره الرابعه على التوالي، 15 في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي طبعا الاضافي كمان بالتعادل دون اهداف. حقق النادي الاهلي لقب البطوله 7 مرات على نادي الزمالك، ويحمل الاهلي رقم قياسي في الفوز بالبطوله حيث فاز بالكاس 15 مره وفاز الزمالك بكاس السوبر 4 مرات. كمان وفقا للائحه الماديه للنادي الاهلي يحصل لكل لعيب في الفريق اللي شارك اساسي، نركز بقى في الحته دي، اللي شارك اساسي في بطوله السوبر المصري اللي تم اصدار الاستار عنها امبارح في الامارات ب 70,000 جنيه مكافاه الفوز بالبطوله. لائحه الفوز ببطوله السوبر المصري تم تغييرها في الموسم اللي فات. طب اتغيرت ليه؟ اتغيرت علشان كان قبل كده السوبر من ماتش واحد، كان بيجي ماتش واحد فرقتين، اللي يكسب بياخد السوبر المصري، لكن تم تغيير نظام البطوله من الموسم اللي فات وبقى بتقام باربع انديه. اربع انديه مش ناديين بس، فكل لاعب هيشارك في ماتشين مش ماتش واحد. عشان كده تم تغيير اللائحه، واللعيب اللي شارك اساسي في ماتش سيراميكا وفي ماتش الزمالك هياخد 70,000 جنيه. طب اللعيب اللي نزل بديل هياخد رقم هياخد 35,000 جنيه للاعب اللي شارك بديل سواء في لقاء الزمالك ولقاء سيراميكا. طبعا مكافآت وفي فرحة كبيرة جدا داخل النادي الأهلي. كمان وصل كولر تحطيم الأرقام القياسية اللي متسجلة باسم مين؟ بالظبط مانويل جوزيه، حيث عادل المدرب السويسري رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي. اللي عملها مانويل جوزيه وقدر يفوز في السوبر المصري مع الأهلي 4 مرات على التوالي، 2005 و2006 على حساب إنبي، 2007 على حساب الإسماعيلي، و2008 على حساب نادي الزمالك. لسه في احتفالات النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي، ولكن معانا تليفون كابتن أمير عبد الحميد نجم النجوم النادي الأهلي. يا كابتن مصر، مبروك فوز الأهلي امبارح بالسوبر المصري. حبيبي اقدر، ربنا يخليك يا حبيبي، وانا سعيد جدا ان انا معاك على التليفون. انا اسعد يا كابتني، انت من الشخصيات المحترمه اللي لها مستقبل كبير ان شاء الله. ده شرف ليا يا كابتني، وانا سعيد جدا وبستمتع بالكلام مع حضرتك. والاهلي قدر يفوز امبارح، متهيألي فوز وبطوله جايه في وقتها. اكيد طبعا، انا في البدايه طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم، وببارك للعيبه والاداره والجهاز الفني وكل فرد ينتمي للمنظومه الرياضيه المحترمه النادي الاهلي.
وانت عارف طبعا يعني ايه النادي الاهلي يدخل البطوله، طبيعي النادي الاهلي بيلعب على التتويج دايما، طبعا والنادي الاهلي دايما ما بيبصش مركز تاني ولا اي حاجه. النادي الاهلي عمره ما يقدر يخسر بطولتين ورا بعض، النادي الاهلي عمره ما يخسر ماتشين ورا بعض. وده اللي انا قلته قبل كده، يعني لما اتسالت قبل كده قلت النادي الاهلي طبعا البطوله صعبه، بطوله قويه جدا، 4 فرق على اعلى مستوى، نسخه قويه جدا. مش عايز اقول من اكبر الانديه في مصر، اللي طبعا في انديه كبيره موجوده، ولكن طبعا ما كانش ليها النصيب ان هي تبقى موجوده، وفي انديه ادت بمستوى كويس جدا في الدوري، لكن هم دول ابطال الكاس وابطال البطولات، فهم موجودين متواجدين في نسخه واحده. يمكن السنه اللي فاتت نادي الزمالك كان بيغيب عن البطوله دي، وكانت انا شايف ان يعني نادي الزمالك والنادي الاهلي لما يكونوا متواجدين في صحيح. وبيدوا قوه للبطوله. فالسنه دي وخصوصا كمان ان نادي الزمالك كان طبعا قابل النادي الاهلي في بطوله السوبر الافريقي، وكان في نشوه كبيره جدا، بغض النظر عن الحاجات اللي هي خارجيه اللي اعتقد ان ممكن تكون نفسيا اثرت على لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك، الاحداث طبعا اللي حصلت. ولكن النادي الاهلي زي ما قلت لك يعني دايما بيلعب على البطولات، وانا شايفك دلوقتي بتتكلم على المقارنه او مش المقارنه، ان مانويل جوزيه كولر قرب، وان كولر مش عارف قدامه قد ايه ويعمل ايه، كلها القاب، كلها القاب. النادي الاهلي بيبص للالقاب الجماعيه، ولكن وكمان احنا كمان مبسوطين ان في لعيبه من النادي الاهلي، وكولر موجود في ان هو ممكن ياخد احسن مدرب في داخل افريقيا، ولعيبه كمان مترشحه، في وفي الشحات الزمالك طبعا زيزو مترشح واو وأوفا شوبير داخل في الموضوع وحسين، فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. فالنادي الاهلي طبعا كانت بطوله قويه جدا، بطوله السوبر الافريقي، انك تخسر بطوله قدام نادي الزمالك كانت صعبه جدا على اللعيبه وعلينا احنا كاهلاويه وعلى الجمهور وعلى كل فرد ينتمي للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيعرف يقفل على نفسه كويس بعد اي تعثر، وسواء من مجلس اداره، ويمكن انا لما حتى كنت بلعب كان دايما كابتن الخطيب لما كان عضو مجلس اداره او كان نائب او ايا كان كان موجود، بيعرف يلم جدا جدا الناس، وما بتشوفوش غير في وقت بس لما اللعيبه او كده يبقى في اخفاقات، بتلاقي كابتن خطيب ومجلس الاداره متعودين على ده من ايام كابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي وكل رؤساء النادي المحترم اللي قبل كده. بس انا بتكلم على دول عشان انا يعني كنت موجود عصرتهم وعصرتهم، فبتلاقيهم دايما وقت الاخفاقات متواجدين، اللي هو بيخرجوك ويشيلوا الضغوطات عن اللعيبه وعن الجهاز الفني، لكن في الفوز انت بتشوف بقى بيسيبوا اللعيبه تحتفل واو الاخر. فالنادي الاهلي وضع طبيعي ان هو بعد بطوله اخفق فيها، كانت كارثه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره، قدر يقفل على نفسه كويس، اللعيبه التزمت اكتر، اللعيبه كان عندها دافع اكبر امبارح وشفناها في الماتش. ده كان باين على مدار الشوط الاول، كان النادي الاهلي اضاع اكتر من فرصه محققه قابلهم تالق عواد، يعني في الشوط الاول كان في فرص كتير. هل في الشوط الاول يا كابتني وانت بتتابع كده حسيت ان ممكن تقلب؟ يعني دايما اللي بيضيع بيستقبل، هل شفت تضييع كرات كتير محققه للنادي الاهلي تقلق شويه؟ برافو عليك يا ادهم، انت قلت حاجه مهمه جدا. انا بالنسبه لي ماتشات الاهلي والزمالك ومهما تسال ولما تسال واتسالت قبل كده ودايما بقول ماتشات القمه ما لهاش مقياس، هي بتبقى حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحاله اللعيبه. صحيح. في الاول وفي الاخر انت ممكن تكون حاله اللعيبه كويسه، ولكن التوفيق ده شيء مهم جدا جدا في ماتشات الاهلي والزمالك. صحيح. لو شفت مثلا ماتش القضيه بتاع نهائي القرن قضية قفش، كان طبعا نادي الزمالك برده كان مستحوذ، وكمان في كره قبليها كان زيزو لو جت خلاص القصه كانت العارضه. شفنا قبل كده الو بدري تقريبا كان ماتش برده قال ماتش متهيألي كان كاس كوره مصطفى محمد الشهيره، كان بدري قبل ما الزمالك يسجل كان مضيع جونين تقريبا. برافو عليك، واحده في العارضه واحده ابو جبل طلعها. فانا يعني وقبل كده ماتشات كتيره جدا فيها توفيق وعدم توفيق، احنا في ماتش نهائي الكاس ممكن نادي الزمالك كان مسيطر شويه وكان متقدم وهو الاخر، هو التوفيق رقم واحد وحاله اللعيبه. ممكن تكون حاله اللعيبه كويسه لكن الايه التوفيق. حاله لعيبه النادي الاهلي امبارح كانت كويسه جدا، رحنا وضيعنا وعواد كان متالق، لكن انا في نفس الوقت كان عندي احساس، انا خوف بس في نفس الوقت عندي احساس ان الطريق المكسب رايح للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده دوافع كانت اكبر، النادي الاهلي كان نفسيا كان اقوى، الرغبه لما قفلوا على نفسهم، وطبعا اللعيبه عارفه ان كويس قوي انك انت ما ينفعش تخسر ماتشين وديين اصلا، فما بالك تخسر بطولتين، لا صعبه جدا. فانا شايف ان اللعيبه كابتن مين، عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. ركلات الترجيح حاجه صعبه جدا، وبتكون
على حارس المرمى يعني تركيز كبير، وحضرتك عاصرت حاجات زي كده كتير. الحراس ازاي بيستعدوا لده؟ وشفنا الشناوي مثلا وعواد لعبوا او واجهوا نفس اللعيبه دي من اقل من شهر. تمام. فالاستعداد بيكون ازاي؟ يعني انا بحس الله يكون في عونهم ضغط نفسي كبير على مثلا الشناوي شايف عبد الله السعيد تاني، وشايف زيزو تاني، وشايف نفس اللعيبه نفس الكلام عواد، الاستعداد كحارس مرمى بيكون ازاي لحدث مهم زي ده؟ طبعا هو في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، بلس ان في تركيز لازم تبقى مركز وعارف تكنيك اللعيب داخل ازاي، لان ضربات الجزاء لها تكنيك معين صحيح. وليها تكتيك معين، في محلل اداء بيبقى موجود ومركز. في لعيبه عندها خبره تقول لك انا هلعب في نفس الزاويه لان حارس مرمى هيبقى عاوز يغير، في حارس مرمى يقول لك لا انا هلعب في نفس الاتجاه لان هو مش هيغير. هو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا ثم تكتيك ثم طبعا دراسه قويه جدا من محلل الاداء اللي بيبقى موجود. وفي نفس الوقت انت برضو التوفيق مهم، يعني شفنا الناس كلها كانت بتتكلم على عواد البطوله اللي فاتت، وبعدين الناس كانت بتتكلم على الشناوي ازاي النهار. انا كان عندي احساس ان الشناوي هو اللي هيكسبنا البطوله، بس الشناوي حارس كبير ومتالق في ركلات الجزاء وحد ينسى طبعا هي حاله، وفي نفس الوقت بيبقى توفيق. الاثنين ادوا مستوى كويس جدا. عواد متهيألي المواجهه بين شيكابالا والشناوي ركله الجزاء صعبه جدا ان حد يشوفها، فالاثنين كانت صعبه، الاثنين كباتن النادي، وده بيلعب بقلب وده واقف بقلب، وقدر الشناوي ان هو يتصدى. متهيألي دي كانت من اهم التحولات في الماتش كله. طبعا هقول لك انا ليه بقى. اول حاجه انت زي ما انت قلت لي ان الاثنين خبره كبيره جدا والاثنين جامدين، سواء شيكابالا لعيب موهوب لعيب ممتع جدا لاي حد يتفرج عليه، الشناوي حارس كبير وحارس دولي. صح. هنا لعبه الخبره بتاعت الشناوي في حاجه، ان دايما اللعيب الحريف هو شيكابالا اشول، طبيعي ان هو داخل على البينالتي وهو بالميل اللي هو عامله دوت بيقفل بلغه الكوره كده وش رجله لجوه. احنا لو عدنا الكوره بالراحه تازه احنا بنتفرج كده نلاقي الشناوي واثق من الزاويه ومتحرك عليها قبل ما شيكا تقريبا يروح، يعني هو متاكد انه هيحط هنا. ليه بقى يا قضاء؟ زي ما قلت لك ان اللعيب الحريف دايما بيعمل عكس اللي انت متوقعه. هنا في التكتيك بتاع شيكابالا طبيعي الميل بتاعه بيقفل وش رجله الداخلي، يعني بيلعبها على شمال الشناوي عشان يضمنها، ده لو لعيب عادي او لعيب متمكن في الحته دي، لكن لعيب موهوب ولعيب كبير ما بيخش في الحته دي انت بتبقى يعني مش عارف هو بيعمل ايه، لكن واحد خبره زي الشناوي عارف ان هو لعيب مميز هيحط الكره على يمينه في الوضع الميل اللي هو عامله شيكابالا. طب ايه اصعب مكان ممكن الحارس ما يقدرش يصدها؟ يعني لو في لاعب داخل ركله الجزاء ايه المكان اللي بيكون زي ما بنقول كده مستحيل؟ حاجتين. ان يحط بقوه وتكون عاليه شويه، تمام؟ لان مش فاكر كان مين حط كوره، اعتقد قفشه او حد حط بينالتي على شمال عواد راح وكل حاجه، بس ايه لمست في ايده ودخل الجون. ايوه. هنا القوة وان هي تبقى عالية الارض. في حاجة كمان بقى، دي بقى بالنسبة للتكتيك دلوقتي، ان اللعيب دايما ما بيخش بسرعة 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 ويحط في نص الجول. هي دي بتبقى يعني اصعب حاجة على حارس المرمى دلوقتي، الا لو حد دارس كويس جدا وفي التكتيك ان هو حد معين مثلا ودراسة ان هو هيحطها في نص الجول، لكن هي اسهل حاجة للعيب دلوقتي بيحطه في نص الجول، واصعب حاجة للحارس المرمى الحاجتين اللي بقول لك عليهم دول، ان الكرة تبقى عالية وبقوة ولا تتحط في نص الجول. هناخد يا كابتني الكلمتين دول نبعتهم لكل اللعيبه عشان يذاكروا في الفترات اللي جايه. كابتن امير انا دايما بكون بستمتع بالكلام مع حضرتك، واشكرك جدا على وقتك الثمين اللي اديته لنا ونتكلم مع حضرتك، وكلامك الهام جدا بالحديث عن النادي الاهلي. بكل تاكيد كولر الناس تحب تركز مع كلامه سواء قبل اللقاء او بعد اللقاء. تعالوا كده نشوف ماذا قال كولر بعد اللقاء. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. احنا اعتقد ان احنا لعبنا ماتش كويس جدا النهارده. Haben das Spiel gut angefangen. احنا بدأنا بصفة ممتازة. Hatten in der ersten Halbzeit drei sehr gute Möglichkeiten. كان عندنا في أول شوط خلقنا ثلاث فرص خطيرة جدا. Und haben da leider kein Tor gemacht. للأسف ما عرفناش نحقق منهم ولا هدف من الثلاث فرص. Und ich denke, es ist auch normal, wenn es so warm ist, wenn die Spieler so intensiv spielen. أنا أعرف كمان إن بالجو بالحرارة العالية النهاردة وكان الماتش
قوي جدا ان كان صعب على اللعيبه، dass dann auch eine gewisse Müdigkeit kommt. ان في عامل الارهاق كان عامل مؤثر النهارده في الماتش. Und das war dann in der zweiten Halbzeit so, dass wir oder der eine oder andere Krämpfe hatte. كان ده ادى ان اكتر من لعيب عندنا ان هو عنده ارهاق وشد عضلي، وزي ما احنا شفنا واضطرينا نغير. Und es ist so, dass wir halt auch noch nicht diesen hundertprozentigen Rhythmus drin haben. انا باكد ان احنا لسه ما وصلناش لان احنا يبقى عندنا رتم 100% رتم، لسه المرحله دي ما وصلناهاش. Unsere Nationalspiele, die waren jetzt auch schon in dieser kurzen Zeit, in den 2 Monaten waren sie zweimal bei den Nationalteams. لاعبتنا الدوليين خاصة ان هم كانوا اكتر من مرة مع المنتخب الوطني، وده اثر على ادائنا كمجموعة. Und ich weiß halt auch, dass beim Nationalteam kann man nicht gleich trainieren wie beim Verein. طبعا في اختلاف في كيفية ومدى جدية التعاون والتدريبات اللي بتحصل مع الفريق، مع زمايلهم في المنتخب، مع وزمايلهم في النادي. Und ich denke, das merkt man halt dann auch beim einen oder anderen, weil er noch nicht diesen Rhythmus in den Beinen hat. الريتم في المنتخب مش زي الريتم في النادي، ده مش معناه ان ده حاجه اوحش من حاجه او حاجه افضل من حاجه، ولكن المجموعه مختلفه والاستاف مختلف، فده بيأثر برضو على التناغم والتناسق بين اللعيبه. Aber wir sind froh, dass wir so gut dagegen gehalten haben. احنا سعداء جدا ان احنا وقفنا ضد الزمالك النهارده بشكل كويس. Und wir waren auch am Schluss noch konzentriert. كنا مركزين لآخر ثانية في المباراة. Und beim Elfmeterschießen konnten wir diesmal die Oberhand haben. في ضربات الجزاء النهاردة ابتسم لنا الحظ أو التوفيق من عند الله إن إحنا كسبنا النهاردة بضربات الجزاء. Und wir freuen uns über diesen Pokal, über diesen Titel. سعداء جدا بالفوز بالبطولة والكأس. من حديث كولر وكلام كولر في مؤتمر، تعالوا نروح بقى لحديث من ارض الملعب ونشوف كده لقاءات خاصه لاون تايم سبورتس كمان مع اللاعبين واعضاء مجلس الاداره يحيى عطيه الله وكمان استاذ محمد لماطي واستاذ خالد مرتجي واستاذ طارق انديل. نشوف اللقاءات نرجع، ابقوا معنا. كنبغي نشكر اللاعبين اللي كانوا اليوم رجال في الملعب، كنبغي نشكر الجماهير الكبيره اللي كتساندنا دائما سواء في الفوز سواء في الخساره. الحمد لله قدمنا مقابله كبيره وحققنا في البطوله. كنبغي نهدي للجماهير اللي دائما كتساندنا سواء في الفوز سواء في الخساره. الحمد لله كنتمنى انهم يكونوا فرحانين وان شاء الله نخلصوا الاحتفالات تاع اليوم ان شاء الله، ونفكر في المقابلات الجايين وفي البطولات الجايين ان شاء الله. بطبيعه الحال هادشي ما غريبش على جماهير النادي الاهلي، الجماهير الكبيره اللي كتبغي الفريق ديالها. الحمد لله كانوا معنا داعمين كما قلت لك قبل، دائما كيدعمونا سواء في الفوز سواء في الخساره. هادشي ما غريبش على الجماهير ديال النادي الاهلي، اللي جماهير كبيره. اي حاجه نقولها في حق الجماهير الاهلي غادي تكون قليله. كنتمنى من الله اننا هاد السنه هذه ان شاء الله نفرحوهم ونحققوا البطولات. اخر سؤال، رسالتك لجميل الاهلي بقى من قلبك الجميل دوت وعليه البطولات بتاعت الاهلي، النادي الاهلي الكبير. كنبغيهم بزاف الحمد لله، ويعني سيناريو درامي شويه بس الحمد لله رجعنا بالكاس. ما فيش مشكله، بنقوم على طول وبنركز، وده اللي انا قلته قبل كده. عندنا كان 20 يوم قبل الماتش ركزنا فيهم، وعندنا ماتش مهم بقى يوم الثلاثاء اللي جاي. خلاص بالليل النهارده نقفل صفحه البطوله ونركز على اللي جاي. اعظم جمهور في العالم طبعا، ما فيش كلام، واعظم عقليه في العالم، ودايما كده في انتصارات يا رب. كانوا رجاله النهارده وادوا بروح عاليه، كان في سوء توفيق جامد في الشوط الاولاني، لكن الحمد لله ربنا نصرنا في الاخر. الحمد لله رب العالمين. نقول مبروك للاهلاويه، نقول متشكرين للشعب الاماراتي العظيم، لحكومه الامارات اللي دايما الواحد بيحس ان هو في بيته وهو موجود هنا. الاهلي يستحق الحمد لله السوبر، يعني عاملين ماتش النهارده يعني الحمد لله بشهاده الناس كلها، حاجه تفرح. جايين عشان نفرح جماهيرنا، لعيبه على اعلى مستوى، جهاز فني على اعلى مستوى. ان شاء الله عايزين يعني نفكر بقى في ماتش العين، دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، كاس عالم. حاجه بالظبط يعني هي زي كاس العالم بالظبط، وهي بطوله جديده، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا عشان ال70. الموقف الصعب اللي انت ما تقدرش تنساه في السوبر المصري دوت مع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل حاجه. لا، الكرة بتاعت رضا سليم انا مت فيها بصراحة، البنالتي بتاعه ده كان موقف صعب بالنسبة لي قوي.
لكن بقى تقول له ايه رضا بقى دلوقتي؟ اقول له ربنا يكرمنا الحمد لله. هي دي الرياضه وهو ده الضربات اللي بيسموها ضربات اللي بتخلي الواحد على اعصابه يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، زي ما اقول مبروك للشعب الاهلاوي كله، مبروك لمصر، مبروك. ما زالت الجماهير بتهتف حتى الان رغم انتهاء الاحتفالات، عايز تقول لهم ايه الجماهير الكبيره اللي جات النهارده؟ اقول احنا يعني النادي الاهلي من غير جماهيره ما يسواش حاجه. اللي عمل النادي الاهلي هو جماهيره، وانك انت تشوف الفرحه على وجوه الجماهير الاهلاويه بالذات لما تبقى في غربه حاجه لوحدها ليها طعم تاني يعني. الحمد لله رب العالمين على المكسب، الحمد لله لعيبه رجاله، الحمد لله يعني ربنا كلل مجهودنا بنجاح، ونحن نستحق السوبر الحمد لله. الحمد لله كرم من عند ربنا. طبعا يعني ان احنا نتوج بالسوبر المصري للمره 15 حاجه بتشرفنا وبتسعدنا كلنا، ومع المنافس التقليدي نادي الزمالك طبعا اللي بنحترمه جدا جدا، وبنشكر دولة الإمارات على كل ما بذلته من كرم ضيافة طول الفترة اللي احنا موجودين فيها، وكل القائمين على إنجاح هذه البطولة. وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، وهل لك لجماهير نادي الزمالك والمجلس الإدارة وليهم كلهم. طبعا أعصاب، طبعا أعصاب. احنا مجلس إدارة النادي الأهلي أهلوية، جمهور الأهلي قبل ما نكون أعضاء مجلس إدارة، فطبعا دي مشكلة كبيرة، فكنا قاعدين طبعا متوترين للغاية يعني. فالحمد لله، الحمد لله كرم ربنا كبير، ويا رب ربنا يوفقنا في ماتش العين وفي كل البطولات اللي جايه قريب كلها. جمهور الاهلي ده حاجه يعني هو التاج بتاع كل البطولات. جمهور النادي الاهلي ده هو السند. المنظر في الامارات من ساعه ما جينا وقمه الحفاوه بالبعثه وباللعيبه على طول متواجدين حوالين الفندق ويكلمونا لو محتاجين اي حاجه. جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم ويستحق الفرحه ويستحق البطولات. طبعا كان باين الفرحه قد ايه على اعضاء مجلس الاداره وعلى يحيى عطيه الله اللي كان حاسس بالذنب في لقاء السوبر الافريقي من الغلطه اللي حصلت، ولكن قدر يعمل لقاء كبير امبارح. شكرا كمان لعمر نبيل مراسل اون تايم سبورتس على اللقاءات القويه والهامه بعد اللقاء. عايزين نتكلم، والاحتفالات موجوده، وعلى طول بعثه النادي الاهلي وصلت الى القاهره صباح اليوم، ووصول في احتفال، وصول في فرحه. دايما المكسب بعديه بتبقى فيه ثقه، بعديه بيكون في فرحه. شايفين على الشاشه مع بعض وصول كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره واللاعبين موجودين، في ثقه وهدوء، هدوء كبير. هتلاقوا الوشوش مستريحه، هتلاقوا في حركه يعني خلاص انت انزاح من عليك زي ما احنا بنقول كده. هم بطوله صعبه وهامه امام خصمك المباشر نادي الزمالك، وبتقدر تنافس بيها وتكمل بيها للموسم اللي جاي. بطوله تدي للاهلي والكولر واللاعبين كريدت يكملوا بيه. عارف انت لما تيجي تسحب فلوس من مكنه فلوس فيجي يقول لك رصيدك على وشك الانتهاء، رصيدك خلاص بينتهي وانت شايف رصيدك. ده اللي كان موجود، ده اللي كان موجود مع النادي الاهلي بعد فقدان السوبر الافريقي. اداره الاهلي قالت لكولر واللعيبه الرصيد قرب يخلص، عايزين القبض ينزل. خلاص كسبوا خلال لقاء يوم الخميس. هتلاقي بقى المكافآت على طول تسمع يوم الحد بسرعة، المكافآت تكون موجودة. فده مهم للاعبين ومهم جدا للجماهير، وصول لعيبة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي واحتفالات هتكون موجودة، وهنشوف صورة الكاس نازلة واللعيبة سعيدة. يكون في احتفالات باللعيبة أكيد من قبل الجمعية العمومية، من قبل كل جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي في لقاء العين هيكون لقاء مهم جدا في بطولة الأفريقية، لقاء في انتر كونتيننتال، لقاء احتفالي كرنفالي، وكمان الجماهير هتكون رايحة تحتفل بالسوبر المصري مع لاعبتها. بالحديث عن لقاء العين، فكولر عاوز يبدأ يشوف اللعيبة مين جاهز مين مش جاهز. عندك بعض الإصابات، أشرف داري هيكون ليه كده بعض الفحوصات علشان يكون جاهز للقاء العين. عنده إصابة في كاحل القدم، ودي من الإصابات الرخمة، دي من الإصابات الرخمة جدا، بترجع سريعا، عايز تاخد فترة راحة كبيرة جدا. فيكون في كده بعض الفحوصات للاعب علشان يتم الاطمئنان عليه وتجهيزه بشكل كبير في
فيما يخص لقاء العين. كمان النادي الأهلي هياخد أجازة النهاردة من التدريبات وهيبدأ بكرة استعداد وتدريبات للقاء العين. هيكون لقاء قوي جدا جدا في استاد القاهرة، الثلاثة مقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس الانتر كونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويعول الجهاز الفني للنادي الأهلي على مباراة العين الكثير والكثير. النادي الأهلي ولاعبته وجماهيره والجهاز الفني عينه على الفوز، عاوز يفوز ويروح لبعيد في البطولة دي، بطولة عالمية مهمة جدا جدا تحت رعاية الفيفا، مهمة قوي، مهمة كمان ماديا. الكسبان في الماتش ده، في الماتش ده بس هياخد 2 مليون دولار، والخسران هياخد مليون دولار، قيمة كبيرة جدا جدا جدا. عشان كده كان في تجهيز من بدري. ياسين المكيري محلل الأداء في النادي الأهلي كان موجود في مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي اللي كانت موجودة خلال الأسبوع الماضي لو فاكرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي أقيمت يوم الاثنين بالتحديد يعني في الإمارات، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة كبيرة 5-4. عايز يركز، عاوز يعرف نقاط القوة والضعف. إيه كولر من الناس اللي بيشتغل على كل وقت، يعني عندي النهارده ماتش زمالك هشتغل ماتش زمالك، عندي ماتش العين هشتغل ماتش العين، ولكن في البطولة اللي فاتت دي في السوبر المصري كان باين عليه التركيز لماتش العين، كان باين ده جدا في اختياره لتشكيلة ماتش سيراميكا، كان باين جدا اللي هو عاوز يكسب البطولة ولكن عاوز يحافظ على لاعبته الموجودين الأساسيين اللي بيدفع بيهم بشكل كبير للقاء العين. اتكلمنا على النادي الأهلي واحتفالات النادي الأهلي، مبروك للنادي الأهلي مرة واثنين وثلاثة وعشرة الفوز بالسوبر المصري. فاصل نرجع نكمل كلامنا، ابقوا معنا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد ما تابعنا حالة الفرحة كبيرة جدا داخل النادي الأهلي، نادي الزمالك في حالة من الحزن، حالة من الحزن ولكن معاها شوية دفع معنوية للي جاي. يعني ايه حزن معاها دفع معنوية للي جاي؟ الزمالك اللعيبة الجماهير سقفت لها بعد اللقاء، الجهاز الفني والجهاز ومجلس الإدارة اتكلموا مع اللعيبة ان عملتوا اللي عليكم في ظل الظروف، في ظل الضغط النفسي، في ظل في ظل في ظل، عملتوا اللي عليكم، عملتوا اللي عليكم بشكل كبير جدا جدا. هي طبعا ممر شرفي من النادي الأهلي، حاجة في قمة الروح الرياضية. ولازم واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك وعن تألق نادي الزمالك ندي لاعب من اهم لاعبين نادي الزمالك في البطوله دي والبطوله اللي فاتت السوبر الافريقي حقه، وهو عواد، محمد عواد التألق كبير. عواد بيعيش حاله من التألق العالي جدا. لو نرجع مع بعض كده بالذاكره شهرين، كل الاخبار كانت بتقول عواد مش هيكون في الزمالك، عواد في أزمة، في أزمة في العقد بتاع عواد والزمالك، عواد هيجدد ولا مش هيجدد، التفاوض في مشكلة، الراجل جدد في صمت. كل الكلام ده هو ما كانش بيتكلم، ما كانش بيكتب سوشيال ميديا، ما كانش بيظهر، كان بيشتغل. جدد نادي الزمالك، محمد صبحي في الفترة دي بقى هو الحارس الأساسي، والحد السوبر الأفريقي صبحي الحارس الأساسي، وعواد بيشتغل وما بيتكلمش. صبحي جات له إصابة مفاجأة قبل لقاء السوبر الأفريقي بيوم، عواد مستعد، يلا اجهز، نزل عواد كان فايق ومركز وتألق، مش بس في ضربات الجزاء، بالعكس في فاول في بداية اللقاء ادى للزمالك دفعة كبيرة جدا، الفاول اللي شاله من طبعا وسام ابو علي. نيجي هنا بقى للقاء السوبر المصري، عواد تألق كبير جدا، اخطبوط واقف في المرمى اكتر من انفراد، انفراد ده صعب جدا، هنا ما بينطش وخلاص، ده هو مستني اللاعب، توقعه الكبير جدا جدا للعيبه، اكتر من انفراد، اكتر من انفراد قدر يتالق بشكل كبير. محمد عواد من اللعيبه اللي بجد بجد تحتاج تحيه كبيره جدا، ووجب علينا التحيه ليه، مش بس التالق، مش بس التالق في اللقاء او لقاء بيراميدز، لا ده حتى في ركلات الترجيح هو سبب صعود نادي الزمالك من نصف النهائي الى الفاينل بصده لركله جزاء مصطفى فتحي، وهنا تالق كبير. ضربه الجزاء دي لو كانت سجلت كان الماتش خلص من هنا، من هنا كان الماتش خلص، ولكن تالق كبير جدا، وتوقع وقدر قد ايه يوصل للكوره. كمان
مع كرة المدافع يوسف أيمن، قدر يوصل للكرة ويصدها ويمسكها في وقت كان مهم جدا. فعواد من الحراس الكبار اللي دائما بيكون حاضر ودائما بيكون عند الميعاد لما بيحتاجه نادي الزمالك ان هو يدافع عن حراسة المرمى. الزمالك مع خسارة السوبر المصري وصلت بعثة نادي الزمالك إلى القاهرة بعد انتهاء البطولة. مجلس إدارة نادي الزمالك رفض فكرة توقيع عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي من منظور إن الزمالك عمل اللي عليه، اللعيبة عملت اللي عليهم، الإدارة قالت اللعيبة قدموا كل ما لديهم، مفيش حاجة بخلوا عليها في اللقاء، واللقاء انتهى بركلات الترجيح، أو لو قلنا عليها بقى ركلات الحظ. إيه توفيق؟ توفيق كبير للاعبين، وتوفيق ما كانش موجود مع لاعيبة الزمالك في السوبر المصري في ضربات الترجيح، وبعثة الزمالك رجعت بالكامل عدا بعض أعضاء مجلس الإدارة علشان المشكلة الموجودة بكل تأكيد مع لاعيبة نادي الزمالك. إن شاء الله الأزمة تعدي على خير ويعود لاعبي الزمالك سواء دونجا أو شلبي أو كمان كابتن عبد الواحد السيد يعودوا قريبا إلى القاهرة. لو اتكلمنا على جوزي جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي اتكلم مع اللعيبة وقال عملتوا اللي عليكم وده المطلوب، وده للعيبة راحة من التدريبات بعد اللقاء الأهلي، يعني شايف إن اللعيبة أدوا أفضل حاجة عندهم في اللقاء، وأكد إن هو عنده ثقة كبيرة جدا بشكل كامل في كل اللاعبين، وعنده ثقة إن اللعيبة هتأدي أفضل من كده كمان خلال اللقاءات القادمة سواء في البطولات المحلية أو كمان في بطولة الكونفدرالية في البطولة الأفريقية. لو رحنا للجهاز الطبي لنادي الزمالك، ليه الجهاز الطبي دلوقتي لنادي الزمالك؟ إن في أكتر من لاعب الجماهير بتسأل عليه وعلى رأسهم الونش. هيكون في صعوبة إن الونش مدافع نادي الزمالك يلحق بلقاء البنك الأهلي في اللقاء الافتتاحي لنادي الزمالك في مسابقة الدوري دوري نايل، هيحتاج اللاعب لأيام إضافية كمان في مرحلة التأهيل الأخيرة اللي بيخضع ليها اللاعب. نادي الزمالك والجهاز الطبي والجهاز الفني مش عاوزين يستعجلوا على رجوع الونش. الونش من اللعيبة القوية جدا اللي ممكن يتحمل ويرجع وعايز أرجع بسرعة، ولكن الزمالك والجهاز الطبي اتلسع من دمع الونش في آخر إصابة. كان عنده إصابة رجع سريعا شارك جات له إصابة مرة تانية، عشان كده مش حابين يكون موجود. زي ما احنا شايفين الونش طبعا في مرحلة تأهيل أخيرة، واللاعب لم يسافر مع الزمالك إلى الإمارات حيث يتم تأهيله من الرباط الصليبي، وخاض تدريبات تأهيلية على هامش المباريات الودية التي خاضها نادي الزمالك في الفترة الماضية، لأنه لم يكن جاهز للسوبر ومش جاهز لأول لقاء، قدامه فترة عشان يكون موجود. من نادي الزمالك نروح لثالث السوبر نادي بيراميدز. وصلت بعثة بيراميدز لمطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد حصد الميدالية البرونزية في بطولة السوبر المصري، وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على نظيره سيراميكا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، يعني بعد انتهاء الوقت الأصلي في المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. أحرز ثنائي فريق سيراميكا في اللقاء إسلام عيسى في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف زميله أحمد بالحاج الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء. أما فريق بيراميدز قدر يسجل في المباراة عبد الله مجدي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، ثم يضيف مروان حمدي من عمر اللقاء في الدقيقة 85 عشان ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وبالنتيجة دي يوصلوا لركلات ترجيح وقدر نادي بيراميدز اللي هو يفوز. كمان بعثة سيراميكا بتعود وبتستعد بشكل قوي للقاءات القادمة للدوري. الأربع فرق بيستعدوا للدوري، ولكن الأهلي عنده كمان الانتركونتيننتال أمام العين علشان كده عنده استعداد الأول، لكن باقي الفرق بقى التلاتة سواء زمالك سواء بيراميدز سواء سيراميكا بعد العودة هيكون في راحة لمدة يوم، بعد كده يعودوا إلى التدريبات. أربع فرق عملوا أداء كبير جدا صراحة، قدروا يمتعونا في البطولة، ونتمنى لكل الفرق التوفيق في الفترة القادمة. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ابقوا معنا.
اهلا بحضراتكم في الاخبار والبقى التفاصيل الكره العالميه. ولو رحنا لاهم اللقاءات اليوم فعندنا في الدوري الانجليزي تحديدا في الجوله 9 ليستر سيتي نوتنغهام فورست الساعه 10 مساء. الدوري الاسباني الساعه الجوله 11 عندنا اسبانيول واشبيليه الساعه 10 مساء. الدوري الايطالي الجوله 9 اودينيزي وكالياري الساعه 7:30 تورينو وكومو الساعه 10 الا ربع. اما الدوري الالماني عندنا الجوله 8 ماينز وبروسيا مونشنجلادباخ هيكون الساعة 9:30. لو رحنا لأهم خبر بالنسبة لنا، خبر للأسف حزين، يعني خلت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024 من اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اللي هيتم توزيعها على هامش حفل الجوائز المقرر ليها في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل. وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أمس الخميس عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا 2024 وتصدرها الثنائي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان وكمان سفيان رحيمي لاعب ونجم العين الإماراتي. تعتبر دي المرة الأولى اللي يغيب فيها صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا منذ انضمامه لليفربول في 2017. حافظ صلاح على وجوده في القائمة دي وهو يعني من أصحاب الثلاث مراكز أيا كان في كل النسخ اللي كان بينافس فيها. أنا بأنه توج بها مرتين وحصل صلاح على الجائزة مرتين 2017 و2018 ثم المركز الثاني في 2019 و2022. نتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل لنجمنا محمد صلاح وكمان باقي النجوم المصريين نشوف أسماء أكتر في القائمة دي النسخة القادمة. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا، فقره وان شوت. كلامنا عن النجم المصري عمر مرموش اللي بيواصل الابهار في المانيا، بيعيش حاله من التالق مع فريقه طبعا فرانكفورت اللي ماشي كل ماتش يا بيسجل يا بيصنع. حلم كبير جدا معيشنا فيه مرموش، فخر كبير بالنسبه لنا. كل الانديه الاوروبيه بتبص بتشوف الراجل ده بيتألق ازاي، الراجل ده ماشي ازاي وهو بيلاعب كل الفرق. كل الأندية بدأت تتكلم عليه بشكل كبير جدا، حتى الحساب الرسمي للدوري الألماني أشاب بمستوى لاعبنا المصري مرموش وبالتألق اللي هو ماشي عليه. وكتب صاحب الكورة كلمة مهمة جدا جدا جدا، صاحب الكورة عمر مرموش يواصل التألق ويصنع هدف فوز انترلاخت فرانكفورت أمام ريجاس فوتبول، يعني مهم جدا 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 في الدوري الأوروبي، حاجة في قمة الفخر بالنسبة لنا كمصريين. للأسف وقتنا خلص مع حضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، شكرا لكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله، سلام.